طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الأحد الموافق 22/11/2020. طيب، نكمل حديثنا بالتكملة للنيرفس سيستم. المرة اللي فاتت تحدثنا عن الأكشن بوتنشال، وضحنا شو يعني مصطلحات الديبولاريزيشن، الريبولاريزيشن، هايبر بولاريزيشن، وضحنا شو معنى اكزايتاتوري انهيبيتوري. نكمل اليوم. هذا السلايد بوضح لك كيف شكل الجيت يا جماعة. حكينا الخلية عليها مثلا بروتين، هذا البروتين بدخل أيونات الصوديوم، أو بروتين الآخر بيعمل على خروج أيونات البوتاسيوم، أوت فلوكس، هاي بنسميها أوت فلوكس، خروج أوت فلوكس، والدخول الصوديوم بنسميها انفلوكس، من انترانس انفلوكس. وحكينا ايضا في بوابات اخرى مليئه حوالين البلازما ميمبرين، في ايضا عند الصوديوم بوتاسيوم بامب. اوكي، صوديوم بوتاسيوم بامب وغيرها من البروتينات. في هذا السلايد طلع شو بشرح، بقول لك انه هاي البروتينات بنسميها ايون جيت، ايون جيتنج، بوابات الايونز، او بنسميها شانل. هذا شكلها، طلعوا كيف هاي البلازما ممبرين، هذا شكل هاي الجيت. هاي الجيت بتكون كلوزد، هاي شكلها لما تكون اوبن، وهي الشكل الاخر لما بتكون في حاله ريفراكتوري بيريود، انها يعني تنتظر في حاله ان اكتيفيشن. فهذا بيوضح لك انه كيف شكل البروتينات على البلازما ممبرين. ما في شيء، شغله بسيطه. خلينا نشوف السلايد اللي بعده. احنا شرحنا شو معنى ريفراكتوري بيريود، خليها لا بتيجي لوقتها، بيجيها موضوع خاص فيها شو يعني ريفراكتوري بيريود. نكمل. هو انا مو انا بشرح لك كيف الشانل اوف صوديوم، شانل اوف بوتاسيوم، بنسميها اما شانل او بنسميها جيت او بنسميها بامب، زي ما بدك تسميها البروتينات. ايضا هو انا بحكي لك انه من خواص الاكسون على النيرون، هذا الاكسون، هاي التيرمينال اند، هاي الدندرايتس، بحكي لك الاكسون هذا فيه له خاصيه اسمها كيبل بروبارتيز، زيه زي الكيبل الكهربائي. مقصود هنا انه الاكسون بيوصل التيار الكهربائي على شكل كيبل. ما في داعي ندخل ديبلي، واضحه الامور. حكينا انه على الاكسون هنا بحدث الاكشن بوتنشال، والاكشن بوتنشال المقصود فيه هو تيار كهربائي قيمته موجب 30 ملي فولت. الاكشن بوتنشال هذا هو اللي بوصل للاورجان، سواء كان هارت سواء كان مصل، وبعطي الاوردر للعضله انها تنقبض او تنبسط حسب اذا كان المؤثر الخارجي اكزايتاتوري او اذا كان المؤثر الخارجي انهيبيتوري. بس ما في شيء، هاي السلايدات مجرد توضيحات. شوف اللي بعدها. هذا اللي رسمناه المرة اللي فاتت، حكينا هنا تتذكروا هاي الريست ميمبرين بوتنشل، ريست ميمبرين بوتنشل، وحكينا إذا إجا المؤثر وكان إكزايتاتوري بوصل للسالب 55 اللي هي الثريشولد. هي هنا 50 هون سالب 55 اللي هي الثريشولد. إذا وصل لي ثريشولد أوتوماتيكلي بحدث عندي ديبولاريزيشن، هاي اسمها ديبولاريزيشن، الموجب 30 أكشن بوتنشال. بعدين برجع ريبولاريزيشن عبر فتح بوابات البوتاسيوم، وقلنا بوابات البوتاسيوم ليزي فبتوصل لغاية سالب 90 وبعدين تغلق في الآخر، حتى اللي برجع الخلية إلى الوضع النورمال اللي هي الصوديوم بوتاسيوم بامب، أو بسموها ATPase لأنها بحاجة إلى طاقة، بسموها ATPase pump. بس هذا كله شرحناه، وأنا بس مجرد توضيح للي شرحناه. حكينا احنا برسمة واحدة بنختصر كل الكلام اللي موجود في السلايدات المتقدمة. طبعا هنا التايم بالملي سكند، تخيلوا قديش هنا حتى يحدث الاكشن بوتنشال بده 1 ملي سكند. 1 ملي سكند يعني شو يعني 1 ملي سكند يا جماعة؟ واحد يقول لي كم القيمة بتكون 1 ملي سكند؟
عبد الله شو يعني 1 ملي سكند؟ انه واحد الالف جزء من فيكتور الثانية يعني. ملي بالثانية؟ لا يعني 1 على 1000 جزء من الثاني، يعني بسرعة البرق 1 على 1000، هاي ملي سكند وليس سكند، 1 على 1000 ملي سكند، سريع جدا. كل الاكشن بوتنشال اذا اجى المؤثر، الاكشن بوتنشال والديبولاريزيشن والريبولاريزيشن، هذا كان بده وقت حوالي 4 ملي سكند. بس هنا لاحظوا الاكشن بوتنشال كم اخذ؟ 1 ملي سكند، بينما الريست كم اخذت؟ 3 ملي سكند. هنا بنلاحظ انه الريست في الخليه في النيرون بتكون فتره الراحه في الريست اكثر من فتره التهيج، التهيج 1 على الملي سكند، بينما الباقي هذا كله ريست. ومن هنا ما بصير اعياء في النيرون. شو السبب انه ما بصير اعياء في النيرون؟ لانه بياخذ فتره راحه طويله اكثر من التهيج. واضحه يا شباب؟ واضحه؟ واضحه دكتور. اوكي طيب نشوف اللي بعده، السلايد اللي بعده. اكشن بوتنشال شرحناه، هذا كله شرحناه يا جماعه. هاي الرسم مره ثانيه، ثري شوت رستنج ممبرين، هذا كله شرحناه، ما في داعي له نكرر. اوكي كل هذا شرحناه يعني بس مكرر، انتوا ركزوا على اللي شرحته. اول اورنان لو اخذناها صح؟ عماد اخذنا شو يعني اول اورنان لو؟ لا دكتور. كيف لا؟ انا المحاضرة اللي فاتت ما كنت موجود. طيب مين حضر المحاضرة اللي فاتت؟ محمد، انس، شو يعني اول اور نون لو؟ شو المقصود فيها؟ عمر، شوابكه، شباب واحد يجاوبني، شو يعني اول اور نون لو؟ والله ما بعرف يا دكتور، مش ما عندي اي فكره. طيب ماشي خلينا نشرحها. تتذكروا هاي عندي انا النيرون، هذا النيرون، قلنا النيرون هنا دندرايت تيرمينال إنس، قلنا النيرون بيستقبل المؤثرات في منطقة الدندرايت وبيستقبلها في منطقة السيل بودي. هنا إذا كان المؤثر إكزايتاتوري قوي بدخل أيونات الصوديوم إلى داخل الخلية وبعمل عندي جريدد بوتنشال، جريدد متدرج. بعديها إذا كان قوي المؤثر بعمل في الأكسون هيلو كون بعمل أكشن بوتنشال. طلعوا كيف هاي المؤثر إجا كان إكزايتاتوري، الرست الخلية في حالة رست وقاسوا الرست حكوا 70 ملي فولت ماينس. إذا كان المؤثر قوي قلنا بدخل أيونات الصوديوم بهذا الشكل، هاي الخلية بدخل أيونات الصوديوم وبلحقها الموجب، صوديوم بلحق الموجب من برا. لما يلحق الموجب بلش يرتفع سالب 60، قلنا اذا بوصل سالب 55 سميناها ثري شوت العتبة ملي فولت. هاي الثري شوت العتبة اذا وصلها يعني دخلت ايونات الصوديوم ولحقها الموجب ظلت تحول السالب الى موجب، وصلت السالب 55 يعني اكثر موجبيه، اوتوماتيكلي بحدث الاكشن بوتنشال. الاكشن بوتنشال قيمته موجب 30. هاي العمليه اسمها ديبولاريزيشن. اوكي ديبولاريزيشن ناتجه عن فتح بوابات الصوديوم اوبن شانل. قلنا اذا الاكشن اذا المؤثر كان قوي ودخل ايونات الصوديوم وصل للثري شوت اللي سالب 55 اوتوماتيكلي يحدث الاكشن بوتنشال. إذا ما وصل يعني مثلا دخلت كان مثلا أخذت أنت جرعة دواء 100 ميلي جرام عشان ينقبض القلب، 100 ميلي جرام هاي بلشت تدخل أيونات الصوديوم لكن ما كفى أنها توصل
يعني دخول ايونات الصوديوم مع الموجب ما كفى انه يوصل للسالب 55، هون الاكشن بوتنشال بتلاشى ما بحدث. فعشان هيك لازم نزيد الجرعة مثلا. انا مجرد توضيح، 150 هون لا بتدخل ايونات الصوديوم اكثر، بتوصل لك ريشد بوحدة الاكشن بوتنشال. اذا كان الدوز اقل هون الاكشن بوتنشال ما وصل للسالب 55 بتلاشى. هاي العملية حدوث الاكشن بوتنشال اذا وصل اوتوماتيكلي للسالب 55 للريشد بنسميها يحدث اول. اما اذا ما وصلت بتلاشى بنسميها نون. هون بنسميه اول اور نون لو، يحدث او لا يحدث، المقصود في هون الاكشن بوتنشال. واضح شو يعني اول اور نون لو؟ يحدث او لا يحدث. شو المقصود فيها الاكشن بوتنشال؟ واضح؟ واضح شو يعني اول اور نون لو؟ واضح يا دكتور. المقصود فيها مين؟ اذا وصل سالب 55 بيحدث الاكشن. ايوه اذا ما وصل بالتلقائي برجع بتلاشى. تمام، شكرا. وانا بنسميها اول اور نون لو، المقصود فيها الاكشن بوتنشال. اوكي، هاي الاكشن بوتنشال. طيب خلينا نكمل، نشوف السلايد اللي بعده. خلينا امحي اللي هون. هاي كلها ديبولاريزيشن. هنا اذا كيف الاكشن بوتنشال بحدث، اذا كان ويك ستيمولاي، اذا كان سترونج، اذا كان سترونج اكثر. عرفتوا هاي اللي حكيت عنها؟ اذا ويك ما بحدث، اذا كان سترونج ممكن يحدث الاكشن بوتنشال. اوكي، وهي مكرره يعني ما فيها شيء، هاي كلها كلمات مكرره ما في داعي نقراها كلها، اخذناها. كودينج فور ستيمولس انتنسيتي، المقصود هنا because action potential are all or none events، يعني يحدث أو لا يحدث. stronger stimuli cannot produce an action potential of greater amplitude. يعني هنا بقول لك المقصود فيه مهما كان المؤثر قوي، مهما كان المؤثر قوي، عمل هنا سالب 70 حكينا ملي فولت، حدث 3 شوت سالب 55، قلنا أكثر قيمة بوصلها الأكشن بوتنشال كم؟ موجب 30، صح؟ وأنا بقول لك الأكشن بوتنشال أكثر من 30، هذا الامبليتيود، هاي بسموها امبليتيود، ارتفاع أكثر من 30 لا يحدث، يعني مش مستحيل يوصل 40. فدائما أثر الأكشن بوتنشال قيمته ثابتة مهما كان المؤثر قوي، هذا المقصود. مهما كان السترونجر ستيمولاي اكثر من موجب 30، الاكشن بوتنشال ما بوصل. واضح؟ واضح؟ واضح دكتور. طيب نيجي على كلمه فريكوانسي موديوليتد. فريكوانسي موديوليتد، خد شوف شو معنى فريكوانسي موديوليتد. فريكوانسي متكرر، يعني اكشن بوتنشال بيكون اكثر من مؤثر خارجي، فريكوانسي بشكل مستمر. خلينا نشوف، طلعوا هنا الفريكوانسي شو معناها بشكل بسيط. انه هاي الاول ستيمولاي، هاي الاول كان قيمته بسيطه، بعدين الثاني، الثالث. طلعوا هنا اذا كان عندك الاكشن بوتنشال اما حسب حسب المؤثر، مثلا المؤثر الاول اجى بعدين الثاني، بيناتهم فترات، احيانا بيكون المؤثر ورا بعضه، هيك بيظهر الاكشن بوتنشال. الان اذا كان الستيمولاي خفيف، اقوى، هذا المقصود في فريكوانسي موديوليتد، انه كل ما كان الستيمولاي قوي كل ما حدث الاكشن بوتنشال. اذا كان اكثر من ستيمولاي بحدث اكثر من اكشن بوتنشال. اوكي، هاي المقصود فيه، هي مجرد فلسفه في علم الاكشن بوتنشال، ما فيها شيء. هذا المقصود في frequency modulated، مش يعني ما فيها الاشي الجديد اللي حكاه، بس مجرد هو بذكرك. في عندي كلمة recruitment، شوف المصطلح هذا recruitment. At the intensity of stimulation increase، كل ما زاد المؤثر كثافته more and more axon will be activated. نعم،
الآن بقول لك كل ما كان المؤثرات قوية، كل ما كان الأكسونز أو النورون داخل جسمي بصير لها اكتيفيتد. The process called recruitment represent another mechanism by which the nervous system can code for stimuli. واضح شو يعني هاي، شو معنى recruitment؟ يعني هون طلع شو يعني recruitment، ان هاي عندي البرين، البرين في بليون اوف نيرونز، هيهم بليون اوف نيرونز، وانا بقول لك اذا كان الستيمولاي ضعيف شو راح عندي، فيو اكسون ويل بي ايش اكتيفيتد، اذا كان المؤثر سترونجر ماني اكسون ويل بي اكتيفيتد. هذا المقصود ريكرويمنت، انه كل ما زاد الستيمولاي كثافه المؤثر كل ما زادت الاكتيفيشن للمور اكسونز. يعني اذا كان مؤثر قوي ممكن يحرك مليون اوف اكسون، لكن اذا كان اقوى ممكن يحرك بليون. هذا بنسميه انه ريكرويتمنت، مجرد مصطلحات في علم النيوروساينس. اوكي، واضح شو معنى ريكرويتمنت؟ واضح يا دكتور. هاي مجرد تعريفات في النيرفوس سيستم. اوكي، ريفراكتوري بيريود اللي حكينا عنها اليوم، طلع شو الريفراكتوري بيريود. هاي الريفراكتوري بيريود، خليني اشرح لكم اياها، اجيكم اياها بس. طلع هون اخذنا احنا، اذا اجى المؤثر القوي خليه في هالف ريست، اذا وصلت للثري شود هي سالب 55 اوتوماتيكلي بحدث الاكشن بوتنشال، هذا بنسميه ديبولاريزيشن ناتج عن فتح بوابات الصوديوم، بحدث الاكشن بوتنشال عند موجب 30. بعدين الخليه بترجع للريست عبر فتح بوابات البوتاسيوم، هاي بنسميها ريبولاريزيشن. وقلنا بوابات البوتاسيوم اغلاقها بطيء، بحدث عندي ما يسمى بالهايبر، تنزل اكثر توصل لغايه سالب 90 مثلا. بعدها الصوديوم بوتاسيوم بمب بتشتغل وبترجع الخليه للريست. الان هاي المنطقه طلعوا، هذا نتيجه اثر مؤثر واحد، اثر ستيمولاي واحد. طلع هون ستيمولاي الواحد بيعمل ديبولاريزيشن ريبولاريزيشن. لعند الريبولاريزيشن هاي اللي هي 1 ملي سكند بنسمي هاي الفتره ابسولوت ريفراكتوري بيريود. ابسولوت ابسولوت يعني منطقه حدوث الاكشن بوتنشال اللي هي الديبولاريزيشن مع الريبولاريزيشن. الان فترة حدوث الهايبر بولاريزيشن والرجوع الى الريست حكينا بتاخذ قديش، حوالي 3 ملي سكند. هاي ال 3 ملي سكند اللي هي بتشمل الهايبر فقط، هايبر بولاريزيشن بنسميها ريلاتيف ريفراكتوري بيريود، كلهم من عند الابسوليوت، هنا من الابسوليوت لغايه الريلاتيف هذا كله بنسميه ريفراكتوري بيريود، سميه ريفراكتوري بيريود. من هنا بنفهم انه الريفراكتوري بيريود يقسم الى ابسوليوت وريلاتيف. الابسوليوت المقصود فيها المنطقه اللي بتوصل فيها الثري شوت بيعمل ديبولاريزيشن اكشن بوتنشال ريبولاريزيشن، اما لانه بوابات البوتاسيوم الايزي فبحدث عندي الهايبر. الهايبر والرجوع الى الريست هي بنسميها ريلاتيف، الديبولاريزيشن والريبولاريزيشن بنسميها ابسوليوت. كل الفترة هاي اللي حوالي 4 ملي سكند نسميها ريفراكتوري بيريود. بدي اجي اعرف الريفراكتوري بيريود هو كالاتي، طلعوا كيف تعريفه، انه لو اجى عندي اكثر من مؤثر، هاي اول ستيمولاي، الثاني، الثالث. اجى اول ستيمولاي، اجى الجرعة الاولى من الدواء كانت اكزايتاتور منشطة، الجرعة الاولى من الدواء لازم تعمل عندي ديبولاريزيشن ري وهايبر وترجع للرست. الثاني المؤثر الثاني بيظل ستاند باي، بيظل ويتينج حتى يخلص الريفراكتوري بيريود كامل للون ستيمولاي. يعني مستحيل يحدث عندي هنا تو اكشن بوتنشال مع بعض، يعني هذا وهذا يعمل هنا كمان عندي اكشن بوتنشال، مستحيل، ممنوع. عند الادويه اول دوزه تعمل اكشن بوتنشال ابسوليوت بعدين ريلاتيف، هذا اسمه الريفراكتوري بيريود. السكند ستيمولاي بيظل ويتينج حتى الاول يخلص مشواره يعمل ريفراكتوري بيريود كامل، بعدين بيجي الثاني بيعمل ريفراكتوري بيريود كامل، لما يخلص بيجي الثالث
فهمت شو يعني refractory period؟ هو الوقت اللازم هو the time that needed، اكتبوها عندكم the time that needed for the second stimuli to activate the tissue waiting until the first stimuli make for refractory period the second one is still waiting حتى ينتهي من الفيرست ستيمولاي من اثر. يعني هو خلينا اترجم لكم اياه بشكل افضل، هو انه the time that needed for the second stimuli to be activated، هيك الوقت اللي بحتاجه السكند ستيمولاي بيظل ويتنج حتى الاول يعمل ريفراكتور بيريود كامل، ممنوع يعمل عندي تو اكشن بوتنشال ات ذا سيم تايم. واضح شو معنى ريفراكتور بيريود شباب؟ واضح يا دكتور. عارفين شو يعني ابسوليوت ريفراكتور بيريود؟ عرفتوا شو يعني ابسوليوت ريفراكتور بيريود؟ لو جبت لك ضع دائره، شو يعني ابسوليوت ريفراكتور بيريود؟ يعني المؤثر الثاني ما بيعمل اكشن بوتنشال الا لما يخلص الاول، صح؟ هذا اسمه ريفراكتور بيريود. اما الابسوليوت هذا شو الابسوليوت؟ طلع شو هو المنطقة اللي بحدث فيها depolarization action potential repolarization، وهو جزء من الريفراكتوري بيريود. الريلاتيف المنطقة اللي بحدث فيها hyperpolarization نتيجة فتح بوابات البوتاسيوم. واضح كيف نقرأ الرسم نتعامل معها؟ واضح؟ واضح يا دكتور، واضح. طيب يا جماعة، هيك انتهينا من الريفراكتوري بيريود. ايش عملنا كيبل بروبرتي شرحناها احنا هسه، صح؟ شو هذا الريفراكتوري بيريود؟ هيها شرحناها. هذا الريفراكتوري بيريود شرحناها، الابسوليوت والريلاتيف شرحناها، الكيبل بروبرتي هي مكررة حكينا شو يعني، انه الاكسون له صفة الكيبل وصل التيار الكهربائي بحدث فيه الاكشن بوتنشال. هاي ما كلها كوندكتيف اوف ذا نيرفس اوف ذا نيرف امبولس حكينا، ما في كله شرحناها انه كيف بحدث ال... حكينا شو الفرق بين المايلينيتد والان مايلينيتد شيت، إذا الأكسون عليه ميلين أو ما عليه ميلين شرحناها. هلو عليه ميلين شيت ولا لا؟ إحنا حكينا إنه الأكسون اللي ما عليه ميلين شيت ما بتجدد وقت الإصابة. لا غيره، التيار الكهربائي كيف بيمشي في الميلين شيت حكيناها؟ والله مش متذكر صراحة. مين متذكر؟ مين متذكر؟ طيب يا جماعه لا خلينا نوقف له هنا الان، ذكروني المره الجاي احكي انه هاي الاكسون، هاي التيرمينال اند، هاي السيل بادي، الاكسون عليه ميلين شيث. اوكي الان هذا الميلين شيث لما يمر الاكشن بوتنشال كيف بمر في الميلين شيث؟ خلوها المره الجاي نشرح فيها اذا كان الاكسون مايلينيتد واذا كان الاكسون بدون ميلين شيت ان مايلينيتد. هاي هي كيف بيصير كوندكشن للاكشن بوتنشال، كيف بيصير كوندكشن يعني مرور الاكشن بوتنشال في حال اذا كان مايلينيتد او ان مايلينيتد. طيب خلينا ناخذ الحضور والغياب، في حدا عنده اي سؤال يا جماعه؟ وقف لهون، في حدا عنده اي سؤال؟ يعطيك العافية دكتور. لا دكتور الله يعطيك العافية. طيب إن شاء الله. طيب يا جماعة هلا في شغلة الأول، أنت قلت نذكرك بالكويز والواجبات أو شيء زي هيك. نعم اليوم بنزل أول واجب وأول كويز. الكويز راح يكون عن النيرفس سيستم اللي أخذناه بالنيرفس سيستم،
والواجب كذلك. تمام. الكويز معاك ها تقريبا ربع ساعة تفوت تحله وتطلع، والهوم وورك معاك يومين تحله، بتحله على نفس التعليم الإلكتروني. أوكي، راح أنزلهم. مالتيبل تشويس كمان وقت دكتور اليوم كيف؟ الكويز، إيه اليوم الكويز يا دكتور. راح أنزلهم. نعم، يعني الكويز راح تلاقيه موجود، بس إذا طيب يعني حلو اليوم ولا بكرة؟ لا راح أنزل اليوم. هسه اللي بقصده انه الكويز بتفوت، اذا دخلت ممنوع ترجع لي، وراح يظل مبين، بس اذا دخلت مره ممنوع ترجع. فهمت؟ تمام، بس بصير تأجله دكتور، كيف؟ بصير تأجله مثلا ولا بكرة الكويز؟ لبكره؟ ماشي لبكره، لأن أنا اليوم عندي كمان كويز وفيهم مارك خلاص بنخليها يوم الثلاثاء، تمام اليوم الاحد نخليها لبعد بكره. دكتور. طيب شو اسمه نظام الون واي اعتمدوه عنه ولا لا؟ كيف الون واي؟ يعني الفايل